السلام عليكم. سلام ابو رحمه. سلام. اسمعوا، انا جبت لكم خبر يفرحكم بزاف. خير. اليوم يوصل طبيب لهذه الشهور وحنا نستناو فيه. ليه؟ ان شاء الله هذا المره ما يكونش واحد من ذوك البراويه اللي يحقرونا اكثر من اللي يداويونا. هذه المره طبيب من عندنا. معليش، هات يكون واحد من خاوتنا خير من براني بنيه فاسده. والطبيب هذا هي امراه. كيفاه؟ الخبر هذا مرة طبيبه؟ وعلاش لا؟ اما لا في خاطرك انت، الاطباء لازم يكونوا كلهم رجال. يا راجل لا سيدي، وشني هذا؟ واش دير طبيبه هنا؟ واش نديروا بها؟ تعمل الشيء اللي ما قدروش يعملوه الناس مثلك. شنو هذا درك؟ هذاك يعني ذوك صداعات ولا كيفاه؟ دائما في القايله لحقني هكذا. ديك النهار جاوني للدار اللي طبطبوا عليا، ذوك جاي انت. ما ديروا لناش غير بوز نزل الناس، عيب. خلينا سيدي، عندنا واس نتاعنا، عندنا قزدانين، وعندنا مرابطين، وعندنا البنادر، وعندنا الحنه، وعندنا الخيوط، وعندنا نضربوا الخفيف والحنه. ندير طبيبه نجي مسخر بيا انا. نخلي هذا الشيء كله ونجي نتبع على الطبيبه نتاعك. هذه لا هذه روح دبر على رئيس المجلس، قول له يا ودي ما يزيدش يبعث لنا نساوين وخلاص. الطبيب هو طبيب، سواء راجل ولا امراه، ابيض ولا اسود. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما طبيب لا امراه لا راجل لا حتى شيء. كان والو الكزانه، الكزانه والخرطه، هذا هو الخفيف والبلون والحنه، هذه هي. ودي اسمع اسمع، تقدر تفكر اش تحب، لكن ماهوش معناه بلي عندك الحق. شوف نقول لك، انا ما كثرش الهضر ياسر، كي عاد هكذا دوك نروح نشوف رئيس المجلس البلديه وشوف اذا ما وافقنيش ونفرجك. انا نفرجك راهي، ما يجي لنا نهضر، كي نهضر حاجه نديرها. والله العظيم اني نلم عليك يا عيسى. يا عيسى روح روح تروح، روح تروح على روحك، روح يا عيسى روح. قلنا واش دور دوك جاي ديرنا موفيت انا ولا واش؟ استنى يا راجل، وين راك رايح؟ راك عارف وين راني رايح؟ راني رايح رئيس المجلس. اسمع، المرأة هادي بعتوها لهنا باش تداوي المرضى نتاعنا. ما نستعرفش اخلص. اسمع، ما نقبلهاش في هذه القرية، فهمنا ما فهمناش. اسمع، راك رايح تعمل واحد الغلطة اللي تسخن لك خالية بزاف. نحيدك هيا، تتهدد عليا ولا واش؟ الله يزيدك كلمة أخرى، نخبط لك الراس تاعك بهجرة. مرني لكم. راني نمنعك تداوي روحك عند ديك المرأة، سمعتي؟ يجيها مليح تروح تلتها بروحها، تلتها بدارها. واش فرها فيا هذي؟ دايرين داري لي عرس كل يوم عرس في الليل يزلق، لاحقيني ساعة شامبي ساعة باشرين. رد بالك انت اللي قاسم. نقلب لك ذوك الباسين على وجهك ذوك. يا نعم يا جماعة، قريتنا راهي محتاجة في الطبة، في الفرمليين. احنا ما نحتاجوش النساء، ما نحتاجوهمش باش يدخلوا في عقول نسانا وولادنا عقليات مشينا معرجة فربيات. هيا يا سيدي خلاص خلاص، تعنا خلاص، ما نزيدوش نسمعوا العتاد الفكر هذا التربية. لازم علينا نطلبوا يرسلوا لنا طبيب نتاع الصح، طبيب قدري هذا هو. وعلاه؟ على حسابك انت الانسه سعاد مش طبيبه تاع الصح؟ وعلاه تقطع عينا في الناس؟ علاه؟ اسمع سي، انت ما عندي حتى مفاهمه معك، اشرب طاوتك واسكت. انت اللي درت لنا هذه الحيه هذه اللي ما يتلقاش علينا. انت اللي ابنك راهي باش يولي طبيب في عوض، هو اللي تجيبه لنا وتدافع عليه. ولا هذه اللي راني خايف منها، راني خايف على وليدي منك ومن عقليتك المرجع. اسمعوا يا جماعه، ما تسمعون وما تدوخوا رواحكم. اذا كاين واحد عنده عقليه مرجع هو حمادي بالذات. ونزيد نقول لكم، على راه جاي يستقهوى اليوم هنا، هذا راه ناوي باش تفوتوا عليه ويفوت في الانتخابات. هذا مكان، ردوا بالكم والسلام. المزيه راكم تعرفوني، وتعرفوني قبل ما نجي نسكن هنا. عمري ولا غيرت الموقف نتاعي معاكم، ما تصمتولوش، راهي حد يغلطكم. يا ناس فكروا مليح، ماهوش على خاطر عاش معاكم اللي لازم تثقوا فيه. يا سيدي لو كان يروحوا 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 في الكاف، تلوحوا تلوحوا رواحكم لواش؟ ها؟ عمرنا ولا حضرنا المصيبه كما هذه والعياذ بالله. تجينا امراه ما عارف منين جات، تجي تعطينا دروس في الغيره الوطنيه. هذه بدعه، هذه وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله مولاها في النار والعياذ بالله. مادام انت عواد خونا، هزو ديكم يا جماعه، هزو ديكم نسمع. روحوا يا طبيبه كيما قهرتينا، الله يقهرك. امين الله يهون ناسها. امين.
الله يري رساسها. آمين. الله يقلب قنطاسها. آمين. إن شاء الله نوض الحب في راسها. آمين. وإن شاء الله تولي طلبها في الزناق والذر اللي حقينها بالعجر. آمين. الله يربطها على العز الفنايا والزواج إن شاء الله رول. دق دق الروس البق الخامسين بوسك سيك هد الذيبة على الرعيان جاب الكشة والمصران الحين جي والبين جي طيابة العسلية في الزيت والكروية حب القراع يتفرقع ذا يحب ذا يرفع اي واحد حيدو زلث بيدو دارا ودرا انما عافر قش عشرة يا رواناتا يا لالا خيرا يا طبرا واكتف لراعي مرضت وانا جبت لكم الدراب المكلون واقدر تبعث لكم كبش هنا يا ان شاء الله تبرز ونذبح لكم عتروس وندير لكم قصعه وانت عايش اه رواناته يا يجاوبوني شنو هذا يا ان شاء الله تبرع والقزاله الزهره هذه زيدوا لها في البرهان سمعته زيدوا لها في البرهان لازم نجيبوا لها طبيب ما نقبلش عمره ما يدخل طبيب لداري مرض الطفلة راه معروف هذه ما ينفعها غير كتبها هاد اوه الطبيب هو اللي يلزم من وقت عاد تعرفي الطبيب انت لان هذا على الطبيب انت ديك المقرة دوك اللي عندو في حل وربطة شدي هذه بركة لالا جوهر قالت لك هرسيهم لها وديرهم في كتانة وعلقيهم لها يا سيدي ايش قلبي لا روينة يا روانات يا بي يا خير القعدات بابي لا من فيكم ينعر ويقول لي كلمات شاش قلبي كيشاش شاش قلبي لا روينة يا روانات حبابي خير قعدات لا من فيكم ينعر ويقول لي كلمات يا حسيدي يا حسيدي يا لالا ربيحة يا لالا خيرة يا اخي طفلة راهي مرضت ومرضت بالاربعة وضربوا هذوك الناس يا زي ما سلكوهاش ولا واش ايه لازمكم تسلكوها ولا راني ندير لكم ان شاء الله ندير لكم عتروس كحل قصعة انت عايش حارة بالفرماس نجيبها لكم ما فيها شك سمعت نجيبها لكم دق دق الروس البق الخامسين بوسكسيك هد الذيبة على الرعيان جاب الكرشة والمصران الحين جي والبين جي طيابة العسلية في الزيت والقروي حب القراع ويتفرقع وذا يحب وذا يرفع حيلين بيلين حمامة صفرون غارفرون كرمة واحد حيد وثلث بيد ودارة ودرة إنما قرقش عشرة الله ما عندي حتى مفاهمة معكم ومن اليوم ما زيتوا تجيوني هذا كل يوم رايحين مجين راكم طروشتوني سيدي وسعوني لكن يا سي عيسى ممكن بنتك تموت اذا بقيت مصمم ما تديهاش للطبيبه ما كانش هذا الفربيه تاع طبيبه ولا ما كانش قميت مره نقولوا ما كانش انا نعرف بالدواء تاع بنتي ونعرف الدواء تاع حالي اللي قالها راك غلط يا راجل راكش طبيب باش تعرف الدواء اللي ولا من بنتك هو درك واش درك واحد اللي حيتو في وجهه الاخر حير له بها ولا واش بنتي يا سيدي تسالوني يرحم والديكم انا عارفين بنتك لكن ما عندكش الحق تصرف معاها كما تصرف مع حيوان ولازم تسمع كلامنا ياك الكلام من قبل لك الكلام الزين ايش مع ضرك وسعوني صح ما نروحوا منا حتى تاخذ براينا يا سي عيسى راك غلط وخير لك مرض بنتك متعلق بالطبيبه سعاد ما ينفع فيها ولا بخور ولا جاوي ولا كتيبه ولا لا جرع كل شيء تتعلق من كرحه ومرض بنتي معروف ضاربين هذوك الناس والسلام راني فاهمك يا سي عيسى لكن دير في بالك بلي هذاك الوقت فات وراح وحد ما عنده الحق يعيش خارج المجتمع زيد بالزيادة واجب عليك تعيش مع ناس وقتك راني نعترف لك باللي كان البعض منا في واحد الوقت كان يمنوا بهذيك اللالة جورة وإنما اليوم ما بقى من يمن بهذيك ستوت ولله الحمد راه كاين الطب العلمي والشرعي فهمت ولا لا ثم راكم تفلسفوا يا سرتم شوفوا جماعة ذوكم قصوها مش مظليوش تشغاوا ولا نشقاليكم أنا بنتي نداويها بالبخور والشمع والجاوي والحلبة والحنة والخيوط والقلالل والبنادر والدرابل ما بقى لنا غير نروحوا واقيلا ومن بعد نتفاهموا معاه بندر انا دبر على حلايسك زينب واش دير روحك روحوا عند القزان غلا ما عليه لكن بنتي هذا التبرع علاش كاين الناس اللي هما اولى بيا بالمعروف كنتوا تروحوا تشوفوهم غير كون متهني يا سي عيسى كل واحد ياخذ مقداره
وبارك الله فيك لخم تاع الاخر. الله يبارك فيك وليدي سلام. تفضل سي عيسى، هاد الامانه من عند مجلس بلدي. شوف بنيتي، اذا هي مهديه من قلبكم نديها، واذا فيها شوفه اخرى ما نجمش. لا لا هديه. بسم الله. بنيتي واش تقولي تدخلي للدار خير تصاهواي، راه السمش والحمان عليك قايله ياسر. ها؟ عنده الحق. لو كان غير تدخلي تعملي طلع على البيوت ونبقى انا هنا نقصر مع سي عيسى، وعندنا ما نضحكوا. نعم. تفضلي تفضلي نزل. عندك يا ولد. يا ترى جاتكم الطبيبه؟ عندك الجروه عندك. ايوا. مرحبا بك وليدي. راني فرحان بك ياسر. حبيت نقول لك. قول. تنجم تكتب للعين وتابعاه. واقيلا مازال كنية تاع الصح نتايا. ياك الشدة في ربي سبحانه. سبحانه وليدي سبحانه حقا ايه حق. سبحانه جل جلاله. من غير ربي ما كان حتى شيء. عيسى عندك دار متحوفة؟ اي خاطر عندي المرأة شاطرة. خرج ياسر. بارك الله. يبارك فيكم وليداتي. ما نخليوك حتى نروحوا. خلونا على خير. وجي زورنا ساعة على ساعة. إن شاء الله. إن شاء الله وليداتي. يعطيك العافية. إن شاء الله. هذو هذي ثعلب هذي ما عرف ليه جاو هذو جد برد شوف كيفاش رانا ساكنين قبيله طبني شوي سوارد من عند المجلس ما عرفتش عليه جابوه والله خلي جابهم ربي نروح نروح نتسوق كاش ما نشري بهم زوج باد نتاع حديد وخلاص لا لا ماذا بيها شو بهم حوايج الطفله الطفله يا اخي ما قلت لها والو عليها معلوم ما قلت لها والو راني مهبوله ثاني طبيبه ما دخلت لهاش البيت يظهر عليها المخلوق انا شويه كي اللي قلبها بيض هكذا صح لا علينا طفلة واش راهي من الحمام تاع البارح ديما كيف كيف ما تحبش تاكل اخي مصيبه يا اخي جام قالت لي لاله جهره قالت لي راهي تبرى لكم وتريح يا اخي درتي لها كيما قالت لك ايه طيبت لها العشبه اما لا تهلاي نروح نخدم شويه ونجي صباح الخير سي عيسى سي ربوح واش راك فين لاباس يا عيسى هيا بنتي هيا جوزي واش راك مشويه لاباس الله ينورك صحيح لاباس الله يسلمك جبت نشوفها اطلع هاك سيدي هاك وجهك يا ودي لو كان ما شقيتش روحك يا سي عيسى بارك برك يكثر خيرك يا سلام سامحني يا بنتي اذا قلقتك اسمع مش عايز حلي فمك قولي 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 راهي تاكل مليح الماكلة لا بأس خير من بكري وترقد بكري وقعد ترقد بكري وتنوض بكري ونقص لها ذاك التهتوير هذاك على خاطر كانت تشوف ذوك الناس وسيوا تعيط وتحب تقطع حوايجها وتقتل الروح أو ربي جابها الصراحة المهم يا سي عيسى هو اللي عرف الطريق صواب الله يعني جايك فيدي الله يحفظك أي شوفي على بأس من هنا أسبوع ترجع المدرسة إن شاء الله بصح يلزم لها الراحة متهنية إن شاء الله راني نستحفظ عليها ياسر الله يكثر خيركم على كل حال وهذا هو وسامحوني بسم الله هيا بنيتي هيا سي عيسى روح جيب هذيك الدجاجة تردي لي لما نترد لا صحيح كثر خيرك سيدي هذه ماشي عملها ماشي راني إن شاء الله كي تبرى لي الطفلة راني ندير لكم قصعة نتاع عيش إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سلامة 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 سلامة